الأمر الثاني الذي يتحقق به حفظ الأمن بالولاية أن هذه الولاية لا يتحقق بها حفظ الأمن إلا إذا وجد السمع والطاعة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدلنا ذلك على أن طاعة ولي الأمر هو من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقاصد المرجوة من وجود ولي الأمر وتنصيبه لا تتحقق إلا بسمع وطاعة، كما قال بعض السلف: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. فهذه الأمور الثلاثة متلازمة: الجماعة والولاية والطاعة. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث متواترة تواترا معنويا في وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمره. وقد ذكر الشيخ بن جاسر صاحب المنسك في رسالة له نحو من أظن 30 أو 40 صيغة جاء الحديث فيها بالأمر بالطاعة بوسيلة أو بأخرى، وقال إنها تدل على التواتر المعنوي على وجوب السمع والطاعة. إذن السمع والطاعة هي من الوسائل التي يستجلب بها الوسيلة الكلية لحفظ الأمن.